أذواقكم البشر تنمو وتكبر، تضعف وتشيخ وتعيش على الذكريات. سوق ديم بكر بمدينة الجضارف من أقدم الأسواق وأعرقها، ويعود اسمه للناظر بكر بحكم موقعه الجغرافي، إلا أنه ارتبط ارتباطا وثيقا بقبائل الهوسة والفلاتة التي تمثل أكبر مجموعاته، إلا أنه جمع أفرادا من قبائل الدناغلة والجعليين والهدندة والبني عامر وغيرهم، ومر هذا السوق بمراحل عديدة منذ النشأة إلى الآن. سوق ديم بكر المسمى في وقت من الأوقات سوق مكولا، ده الاسم المتعارف عليه منذ قديم الزمان، وفي ناس بيحللوهم إنهم يسموه السوق الصغير، والحتة اللي احنا قاعدين فيها دي دلوقتي بتعتبر يمكن من أميز المواقع اللي كانت موجودة في السوق ده، لأنها كانت بتضم التجار الكبار اللي كانوا موجودين في وقتها في هذا المكان، ويعني بالتحديد الدكان اللي احنا قاعدين دلوقتي قدامه يعني بيعتبر واحدة من المنارات اللي كانت موجودة في السوق في الوقت ده، لأنها كانت بتضم عمنا المرحوم محمد عثمان فرح اللي كان شغال شراكة مع أخواننا وأهلنا وأحبابنا ناس إبراهيم طلب والطاهر طلب اللي كانوا شغالين معه في نفس الدكان ده، وكانوا يعني عمنا إبراهيم الله يرحمه كان بيشتغل في داخل الدكان بيوزن، وعمنا الطاهر كمان بيشتغل في المبايعات برا من الدكان، والحتة ذاتها كانت يعني الشجر اللي احنا قاعدين تحته ده كان بيضم يعني مجموعة من النسوة اللي بتبيع ويكا والبتبيع لوبا والبتبيع شطة والبتبيع فول، الكلام بالشكل ده نحن بنجي ونحن صغار الكلام ده في الخمسينات وما قبل الخمسينات، في أشياء طبعا يمكن نحن ما حضرناه، لكن الشيء نحن حضرناه في أواسط الخمسينات 55 56 دي المظاهر اللي كانت موجودة في هذا السوق. ومساحة السوق ليست بالكبيرة، حيث يتوسطه جملون الخضر واللحمة، وتحيط به القهاوي والدكاكين ومحلات النجارة والعجلاتية والإلكترونيات، وبه حياة متكاملة، فحركته لا تهدأ صباحا ومساء. ومثل التمازج والتداخل بين مجموعاته نموذجا فريدا، فموقع السوق بين أحياء ديم بكر والدناغلة والأسرة ومحازاته للطريق المؤدي للصوف الأزرق جعل من المشتغلين به أسرة واحدة، وعقد لا ينفرط إلا لينتظم. ديم بكر يعني بما تعني من كلمة كبيرة ولفظة جامعة لكل الأحياء غرب القضيب تقريبا، يمكن التسمية ديم بكر يعني تعني الناظر بكر، يعني الحارة الديم المنطقة الرقعة الجغرافية اللي أهلنا يعني تواجدوا فيها من زمن بعيد، يعني سميت على الناظر بكر من ناحية تاريخية. يمكن يعني هذا السوق ما يعلم الجميع مثال للتعايش القبلي والتمازج، زي إذا قلنا الجضارف ذاتها هي السودان المصغر بكل ما تحمل هذه الكلمة، من بتجمع بين سحنات وقبائل وأعراق مختلفة. سوق ديم بكر بيمثل هذا التمازج حقيقة. وتحيط بالسوق إيقاعات الصوفية، حيث الطريقة البرهانية والطريقة الغادرية العراقية بغيادة الشيخ تندل والطريقة التجانية بخلاويها وأورادها، فعبق المباخر وضربات الطبول وأصوات المقرئين أعطت هذا السوق مذاقا خاصا. طرأت عليه تغيرات كثيرة جدا جدا، ومن الملاحظات من الأشياء اللي ساعدت في وجود التمازج بين الناس وبين السحنات الموجودة دي وبمختلف طرق الدينية، يعني بنجد أنه عندنا الطريقة التجانية، ودي يمكن معظم أهلنا في الهوسة والفلاتة يعني هم من أنصارها، كذلك عندنا أخوان القادرية في المنطقة بتاعت حي الضناقلة والمنطقة المجاورة لأب بكر جبريل، دي يمكن في الطريقة القادرية موجودة فيها، وكان يعني عمنا شيخ تنديل هو اللي كان بيقود العمل فيها، ويمكن كثير برضو من أبنائنا وأولادنا انضموا لهم، يمكن نحن وكنا طلبة في المرحلة بتاعت الأولية كنا برضو من تلاميذه، طلعنا معه في زيارات، جبنا يمكن كل المناطق المجاورة لمدينة القضاري، برغم يمكن معظم أهلنا الآن هم تجانية، لكن يعني نحن قومتنا لقينا زملائنا وأخواننا في الطريق القادرية مشينا معهم، كذلك الآن يمكن عندنا برضو أخوان البرهانية
ويمكن أخوان الضناجلة والحافاوين معظمنا الآن هم في الطريقة البرهانية، فده يوري الناس أنه دلالة واضحة بأن المنطقة بتاع الدين بكر الآن واللي سميت بالأكتوبرات والضناجلة والسكة حديد والمناطق المجاورة لها، أنه الناس حتى يعني الجانب الديني أو الطرق الصوفية الموجودة يمكن ربطتهم أكثر من تفرق بيناتهم. بكل هذه المواصفات لم يكن سوق دين بكر مكان للبيع والشراء فحسب، بل حياته تمازجت فيها كل ألوان التداخل. ولا يمكن أن تتحدث عن سوق دين بكر ولا تذكر نادي شراغة فنو الياغة، هذا النادي العريق ذو التكوين الفريد. طبعا أي عبارة بتاعت إشراغة على مستوى ولاية القضارف معروف أنه يعني هو ده النادي بتاع أخواننا الهوسة في دين بكر، وهذا النادي تم تأسيسه بدءا في أواسط أو أواخر الخمسينات 57-58 بعد الاستقلال مباشرة، وتم تسجيله في الاتحاد المحلي خلال عام 1959، واستمر من الفترة ديك ينتقل من موقع إلى موقع لغاية ما وصل المرحلة أو الموقع اللي هو موجود فيه هسه. النادي بدأ بإدارة مكونة من عمنا آدم إدريس رئيس، وأخونا زكريا الطاهر سكرتير، وأخونا محمد معاز رحمه الله، دي يمكن كانوا البدايات اللي بدت بها الإدارة بتاعت نادي إشراقة. من أميز أو من أبرز اللاعبين اللي لعبوا في الخمسينات في نادي إشراقة ده عندنا محمد طاهر آدم، وعندنا عبد المجيد علي، وعندنا شعيب وبشير، وعندنا أبرز واحد بيقول له شعيب وإدريس ده مسمينه بأبرز، وفي عمنا يعني علي أبو حديد. مساءات سوق دين بكر لها وقع خاص عند أهل الجضارف الذين يتداعون من كل حدب وصوب لتناول الأقاشيه بتوابله العجيبة وخلطاته السحرية وابتسامات أبو عمار التي يوزعها على الزبائن وهم يتحلقون في شوق لتناول الأقاشيه. الأقاشيه اللي هو لحمة بتكون أقاشيه من إحنا بنقول له سيري، بتكون من حاجات مواته كومبا زنزبيل فلفل وحاجة اسمها كومبا بال رتانات دي برا، مو بقدر بقول لك عربي إلا عربي شفت كيف. وبعدين الأقاشي ده هو بيتكون من بخارات كثيرة، بخاراته أساسا بتجي من نيجيريا ما بتجي من هنا، والأقاشي لحمة عادية شفت كيف. والله لي 65 سنة شغال هنا، 65 سنة شغال أقاشي من زمن، هو كان تعريفه وقريش لغاية ما وصل 3000 وكذا. هذه اللمحة عن سوق دين بكر وبما تحتويه من أنماط متعددة لحياة المجتمعات الشعبية يمثل مادة خصبة لكتاب السيناريو لتجسيدها عملا دراميا من واقع معاش. ليس مكانا للبيع والشراء فقط، بل هو لوحة من الحياة تمازجت فيها كل مكونات الشخصية السودانية ومثلت دراما شعبية حقيقية.